خير أستاذنا علي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك الأخ الكبير المتألق حاج وعد والسيد ميثم والأخ الفاضل أحمد الإمامي. الله يحفظك، رحم الله والديك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على نبينا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. حقيقة أنا اليوم فرح كثيرا وسعيد كثيرا أيضا، وتكاد السعادة تغمرني يعني، ولا أستطيع أن أعبر على مقدار السعادة التي في صدري. والسبب هو بعد حلقة الأمس تفكرت كثيرا ومليا إلى أن صليت الفجر بعد السحور، ثم اتصلت بوالدي. يا الله. وكنت حقيقة مترددا كثيرا كي أعلمه وأخبره بحقيقة تشيعي ونصرتي لآل بيت النبي. يا الله. صلى الله عليه وآله وسلم. وكنت مترددا كثيرا من ردة فعله، لأن أبي إنسان مؤثر في عائلته ومؤثر في الناس الذين من حوله، لأنه شخصية عامة. وكنت مترددا ولا أعرف ماذا كان سيكون ردة فعلي. ثم توكلت على الله بعد صلاة الفجر ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يفتح على يدي وأن أكون سببا في هداية هذا الإنسان. ثم اتصلت به وأخبرته بما أرانا الله سبحانه وتعالى في الرؤيا، برؤية أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه. ثم دعوته إلى أن يشهد شهادة الحق بولاية أمير المؤمنين وأنه ولي الله وخليفته في أرضه، وأن 9 من ولده هم أئمة المسلمين وخلفاء الله الراشدين. يا الله. وحجته على خلقه إلى يوم الدين. ثم سكت نليا، وما لبث إلا أنه قد شهد شهادة الحق. اللهم صل. وقال أشهد أن عليا ولي الله. اللهم صل. وأن 9 من ولدي هم خلفاء الله وأولياء الله بالحق. وهذه فرحة لا أكاد أن أعبر إليه، لا أكاد أن أعبر عنها بأي شيء، لأن اللسان يعجز عن ذلك بالنسبة لي. الحمد لله رب العالمين. أردت أن أشاركك يا حاج وعد هذه الفرحة الكبيرة. لا، البركات سوف تأتي أكثر وأكثر وأكثر، لأنه شوف أنا قبل، بس اسمح لي أقاطعك، دائما مني يتصل مستبصر أقول له ترحم على والديك وبر والديك أكثر. لماذا؟ لأنه هذه البذرة الطيبة لا تخرج إلا من الإنسان الطيب. وأنا دائما أذكر حديث الإمام الباقر عليه السلام إلى أنه الولد كما قلت مرارا وأكرر ولا أمل منه، أنه يقسم له رب العالمين أن عبدي قد قسمت لك الجنة فادخلها، فيقف الولد على باب الجنة فيناديه رب العالمين عبدي إن لك الجنة لماذا لا تدخل، فيقول ربي والدي ربي أبوي، فيدخل الله تبارك وتعالى والديه إكراما لذلك العبد. الوالد والوالدة شيء عظيم جدا أخونا الكريم علي، ولولا أنه الوالد طيب واللي أنجب الوالد طيب لما كانت هذه البذرة اللي معنا. فأفرحت قلبي، أسر الله قلبك في هذا الشهر الفضيل، وبلغ الوالد سلامي والله يوفقه إن شاء الله، وجعله الله تبارك وتعالى ذخرا لكم وأدام عزه فوق رؤوسكم. رحم الله والديك. والديك الله يبارك فيك حاج وعد. حقيقة هذا يعني مما خطط الله سبحانه وتعالى علي
من أذى الآخرين، لأني تأذيت كثيرا من بعض الناس من الأصدقاء والمعارف من أجل تشيء، وهي حقيقة أذوني كثيرا، وهذا مما كنت أتوقع لأن لكل شيء ثمن. والله عز وجل في كتابه العزيز يقول ألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كنت متهيئا لهذا الأمر، وهناك كثير من الناس من الأصدقاء والمعارف وبعض الأقرباء حقيقة مما أذوني كثيرا من أجل هذه الهداية، ولكن الله سبحانه وتعالى قد خفف علي كثيرا وأبدل هذا الحزن فرحا بهداية والدي، لأنه إنسان مؤثر، أنا أعرفه هو مؤثر، وهدايته تعني هداية كثير من الناس الذين من حوله، يا الله. لأنه شخصية عامة وهي مؤثرة أيضا، يا الله. وهذا أعتبره من النصر الذي فتح الله على يدي، والحمد لله رب العالمين. هذا صاحبنا حمد سليمان يقول نيابة عن أخونا علي العراقي، يا الله عليك الله أن تدعي لي، يقول ادعو لي وللحاضرين، وتبرع للقناة 500 دولار، يقول أرجو أن تدعو. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم في هذه الأيام المباركة بحق المصطفى أن يفتح له من أبواب الرزق الكريم، وأن يرحم والديه إن كانوا أحياء أو أموات، وأن يقضي حوائجه ويشافي مرضاه، ولكل المستمعين والمشاهدين والقائمين والحاضرين في هذه القناة الكريمة. فرحتنا والله. إن شاء الله، أنا ما أريد أقول لك، إن شاء الله تجي الأخبار، إذا كانت الوالدة والأهل طيبة إن شاء الله تجي الأخبار وتفرحنا أكثر وأكثر. الله يرحم والديك، وأرجوك بالله عليك، أول ما أولا أنت المفروض الآن تصلي ركعتين لله تبارك وتعالى، شكرا لله على هذه النعمة، هذه نعمة كبيرة، يعني معناها أنه سجدت لله. نعم نعم، أنا مباشرة عندما والدي شهد بولاية أمير المؤمنين وهي شهادة الحق سجدت لله شكرا.